عن مكان مثبت السرعة هو هون. أول شيء لازم تكون السرعة فوق ال 30 حتى يتثبت معنا مثبت السرعة. إذا كان المؤشر هذا على الأوف لازم نجيبه على الأون، بعدين منسوق الشاحنة لحتى توصل للسرعة المطلوبة أو أي سرعة فوق ال 30، ومنكبس هاي إشارة الزائد، هيك منكبسها مرة، أو الناقص كمان بيمشي الحال. إذا كنا عم نسوق وكبسنا المثبت السرعة على الزائد وتثبت السرعة معنا على 78 ونحن بدنا نثبت السرعة على 80، شو بنعمل؟ بنقوم نكبس الزائد مرتين تطلع درجتين وبتصير السرعة 80 وبتتثبت على 80. لاحظنا السرعة تثبتت على 81، بنكبس مرة واحدة ناقص بتنزل على 80. طبعا لما بتفعل مثبت السرعة بيطلع الحرفين CC، كمان في هون ضوء اخضر بيشتغل. لا، احيانا بتعمل كل الخطوات هاي وما بتفعل معك. في شاحنات بتكون انت متعود عليهم انه مثبت السرعة شغال، واحيانا بتطلع على الشاحنة وبتكتشف انه مو شغال، يعني احيانا شغال واحيانا لا. في بعض الاحيان ان بتلاحظ انه اول ما بتطلع على الشاحنة بتحاول شغله ما بيشتغل، وبعدين بنص الرحلة مثلا بتحاول لك مرة بتلاحظ انه ها اشتغل، بتستغرب ما بتعرف شو السبب. يعني هي مشكلة بتصير انه وقت اللي انت بتبلش بالشغل وبتطلع على، يعني بتطلع من مكان الشغل وبتطلع على الاستراد وبدك تثبت السرعة بس ما بتثبت معك، والسبب في ذلك انك انت بتكون مالك داعس على دعسة الفرامل ابدا. مشان تفعل مثبت السرعة حاول يعني بس تعمل دعسة خفيفة على الفرامل اجراك، تعمل دعسة خفيفة يعني شيء بس انه يشتغل الضوء تبع الفرامل، يعني دعسة خفيفة وبعدين حاول تثبت السرعة، راح تشوف انه راح يتثبت معك راح يشتغل معك مثبت السرعة. وانه السبب يلي كان انه ما هو شغال مثبت السرعة انك كنت للحظة ما انك داعس ولا مرة على مثبت على الفرامل. يعني هاي المشكلة موجودة بس بالشاحنات القديمة، بس حصرا بالقديم. في بعض الاحيان كمان بتكون المشكله بالكبسه هي ذاتها، انه بتكون الكبسه هي خربانه. مثلا انت وقت بتكون مثلا بتكون على الاوف بتجيبها على الاون مثلا وبتثبت، بتحاول تثبت السرعه بتشوف انه يعني بيشتغل شوي وبيفصل، بيكون المشكله بالكبسه هي بحد ذاتها. يعني بتلاحظ انت وقت الساحه هيك كابسه عليها ماكن ومثبت السرعه بتلاحظ انه هي انه مثبت السرعه، بمجرد ما بتعيفها بتلاحظ فصلت السرعه. طب الحل انه في حلين، يا انك تصلح الكبسه يا اما انك تحاول وقت انت عم تفلت الكبسه انه تفلتها كتير بشويش بحيث ما انه تكون هي مرتخيه انه بترجع على الاوف، يعني على تطفي مره تانية. لا، وقت بتشيل اصبعتك حاول تشيل كتير بشويش بحيث يعني هي ما تتحرك او تهتز. وهيك بيكون الفيديو خلص. بتمنى اذا كنت استفدت من الفيديو هذا وبتعرف انه في شخص معين بحاجه هيك فيديوهات، بتمنى انه من نوع من الرد الجميل انك تبعت الفيديو هذا لشخص بتعرف انه راح يلزمه. سلام.